إلى منطقة عزيزة جدا علينا وتحتاج منا الكثير من الدعم هذه الأيام، وتحتاج منا إلى أن دائما نحييها. من البليدة، ولاية البليدة العزيزة، يلتحق معنا الزميل وليد حمدادو من هناك. زميلي وليد، أهلا بك. مساء الخير علي، ونحن نحييك بتحية الورود من مدينة الورود هنا بالبليدة، بوسط مدينة البليدة، ومشاهديك الكرام وضيفك الكريم أيضا زميلي علي. وليد، أولا كيف هي الأجواء في البليدة الآن؟ بدأت الأمور ربما تعرف تطبيع مع حالة الحجر الصحي، والمواطن بدأ شوية يتأقلم مع هذه الوضعية، أليس الأمر كذلك؟ الصورة تعبر عن نفسها علي، الحجر الصحي هنا مطبق كما ينبغي. الساعة تشير تقريبا العاشرة، نتجه نحو العاشرة ليلا، يعني لا أثر لوجود العاشرة تماما، لا أثر لوجود أشخاص هنا، والمرور يكون إلا بالرخصة، ولا الأشخاص يكونوا متوجهين للمستشفى، يعني لا أثر لوجود شبان اللي كما تعودنا نشوفهم في وسط المدينة، ولا يعني الناس المستهترين، وهو الدليل على الوعي، والوعي واجب منه علي كما تعلم. نحن نتوجه كما قال الأطباء نحو الذروة، ذروة الفيروس هذا، ولذا الوقاية تكون أحسن من العلاج، البقاء في المنزل هو الحل الأمثل من أجل تفادي العواقب الوخيمة أو العدوى أيضا علي. نعم نعم، ربما وليد ربما معك ربما أحد المسؤولين الأمنيين هناك في البليدة، طبعا السؤال مطروح حول هذا الحجر وإجراءات هذا الحجر ومدى تجاوب المواطنين، الأسئلة معروفة، تفضل وليد. نعم علي، معي محافظ الشرطة السيد عبد الصمد، سعيد عبد الصمد محمد، نائب في مصلحة الأمن الولائي بالبليدة، راح يعطينا أكثر توضيحات بشأن الأمور، بشأن الحجر الصحي، بشأن تطبيق المواطن البليدي للحجر الصحي وأمور أخرى إن شاء الله ننور بها المواطن، لأننا نحن العين التي لا تنام هنا بمدينة البليدة. سعيد عبد الصمد، شكرا أولا على تواجدك معنا في هذه الساعة المتأخرة. بادئ ذي بدء السؤال، كيف هي يعني تعاملاتكم مع المواطنين؟ هل المواطن البليدي استجاب للنداءات الكثيرة والمتكررة من أجل تطبيق الحجر الصحي هنا بهذه الولاية التي أصبحت موبوءة بامتياز؟ في حقيقة الأمر ما عساني إلا أن أشكر المواطن البليدي على امتثاله لهذه التعليمات، والتي تصب في بادئ في أو في أول درجات تصب في صالحه، يعني ما الأمور كلها في صالح المواطن البوليدي. الشكر والامتنان كل هذا المواطن البوليدي على تطبيقه الحجر الصحي، ولعل أنكم نحن متواجدين في أضخم شوارع المدينة، يعني هذه الساحات العمومية التي كانت تشهد سواء صيفا أو شتاء تشهد نوع من الزحمة، خاصة في الليالي الصيفية تشهد نوع من الزحمة، وهذا خير دليل في هذه الشوارع أنكم ترون إلا سيارات مصلحة سيارة الشرطة أو سيارة الإسعاف في هذه اللحظات، أو الأمور المستعصية، يعني حتى ممكن بعض المواطنين اللي عندهم حالات مستعصية، حالات مرضية، التي يسمح لهم المرور من طرف قوات الشرطة المتواجدة في المكان. هناك سؤال آخر يتبادر على ذهن المواطن البوليدي، يعني ما هم الأشخاص المرخصون بالسير ليلا، هذا من جهة، ومنهم الأشخاص الذين أعطيت لكم تعليمات يعني باش توقفوهم وما يخرجوش من مناطقهم على غرار أصحاب المستعملين تاع الدراجات النارية، هل من توضيح أكثر سي عبد الصمد؟ فيما يخص رخص المرور، أولا نبدأ برخص المرور. رخص المرور اتخذت مصلحة الأمن، على كل حال مصلحة الأمن ولاية البوليدة، عدة إجراءات تسهيلية، ما بينها أنه تم اتخاذ إجراءات بالنسبة للممولين، خاصة تمويل هذا المستلزمات المواطن اليومية فيما يخص الخضر والفواكه، يعني العجائن، الدقيق أو السميد أو يعني كل هذه المستلزمات التي يستلزمها المواطن يوميا لا تحتاج إلى رخص للمرور، بمجرد استظهار سجل تجاري وبطاقة الهوية يتم العبور عبر كل نقاط المرور المتواجدة في ولاية البوليدة. هذا وضيف إلى ذلك
العمال يعني الأسلاك المشتركة أو العمال شبه الطبي أو عمال النظافة أو وكما سبق وقلت الأمور المستعصية، يعني هذا باش ما نفتحش الثغرة وما نفتحش الفجوة للمواطن، لأنه ممكن بلك شاهدته في بعض البلديات المجاورة لولاية البليدة يعني استخفت بالأمر نوعا ما. راح نجيك للسؤال هذا، يعني لو رحنا البلديات الاخرى على غير رواد العلايق بوفاريك صومعه تقول لك عايش في كوكب اخر، الناس يعني ما تحترمش تعليمات الامن، ما كاش كمامات ويعني والسير جهرا نهارا يعني ما كاش احترام، كيفاش راح نتعاملوا مع هذا سي عبد الصمد؟ في الحقيقه رئيس الامن الولايه كان اسدى تعليمات لكل الاقليم ولايه البليده بما يخص هذه البلديات، ممكن قضية التوعية، وإنما في يعني اليوم خاصة اليوم وليت البارح أسديت تعليمات في تشديد والصرامة في تطبيق هذا الحجر الصحي التي قلت هو يعود في أول وآخر المطاف في صالح المواطن. قلت بأن البلديات هذه ممكن درجة التوعية، ممكن ولاية البليدة يعني تشهد ممكن نقول بأنه المستشفى اللي يستقبل جل هذه الحالات المصابة بهذا الفيروس موجود في ولاية البليدة، يعني والمواطن البليدي أو لبلدية البليدة على علم ودراية بخطورة هذا المرض وبخطورة يعني إذا ما خرج وخرق هذا الحجر الصحي اللي عنده دواعي كبيرة، يعني حتى إذا ما كانش على نفسه هو يكون على أهله. لهذا من هذا المنبر ندعو أنه الإنسان ما يفكرش في نفسه، إذا كان إنسان صغير ويقول أنا، لأنه بعض الشبان تلقيناهم خلال التوعية نتاعنا يقول لك بأنه ما عندوش تداعيات أو خلفيات على الإصابات على صغار السن أو يعني نقوله 25، هذا ما نستطيع، هذا ما نريد توصيله للمواطن الكريم، أنه إذا أنت ما تنصابش بهذا الفيروس وما عندوش ما ينجمش يأثر عليك، فكر في باباك، فكر في يماك، فكر في عائلتك، فكر في زوجتك اللي ممكن راح تأدي ما لا يحمد عقباه. نعم، هذا من هذا المنبر نقول بأنه ما عندناش حل إلا تنفيذ تعليمات الحجر الصحي بحذافيرها. ولو نعلم بأنه هذه توصيات كبار الأخصائيين الطبيين أو البروفيسور اللي يعني يصرون على تنفيذ هذه الأزمة والبقاء في البيت واحترام الحجر الصحي، وخاصة إذا ما رأينا أنه كل الدول التي سبقتنا والدول العظمى يعني ما توصلت إليه من تكنولوجيا ومن يعني في المجال الطبي ما لم تنتهج سوى الحجر الصحي، وأكبر دليل هو الدولة الصينية اللي بامتثالها للدول الحجر الصحي استطاعت الخروج من هذا الأزمة، واللي نتمناها إن شاء الله لبلادنا إن شاء الله. شكرا. نعم علي، أنا معك علي. شكرا وليد، ربما عندي سؤال لك لكن باختصار علي. نعم وليد، ربما أنه حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي، ربما تكمل دوام تعاك وليد، هل أنت ما راك مازالك معنا على المباشر؟ نعم. هناك في وسائل التواصل الاجتماعي تحية للبليدة، كلنا البليدة، البليدة وردة الجزائر لن تذبل. ربما هذه التعاطف وهذا الاهتمام الكبير المختلف ولايات الوطن مع ولاية البليدة، باختصار كيف يتلقاها المواطن البليدي اليوم في هذا الظرف الصعب؟ والله شوف، المواطن البليدي محتاج الآن لمن يعني يعطف عليه، ليعطي له كلمة مليحة يعني يرفع له المعنويات، لأنه احنا رانا في يعني في قلب الحدث، يعني في قلب الوباء، في قلب المنطقة الموبوءة، الناس كلها على أعصابها، الناس كلها خايفة، نسبة الأدريانين دائما طالعة. وش نقول من هذا المنبر؟ يعني خفوا يعني ارفعوا من معنوياتهم، حاولوا يعني تساهموا في مساعدة هؤلاء، لأنه هذا والوقت الحساس للجزائري يصيب الجزائري، والجلفاوي يصيب البوسعادي، والبوسعادي يصيب المداني، يعني نديروا اليد في اليد، لأنه دوام الحال من المحال، ولكل أزمة حل، وإن شاء الله يعني إن شاء الله. علي، قبل ما نغادرك ونروح، هناك أعين لا تنام أيضا حتى نعطي كل حقه، هناك بعض أفراد الجمعيات يعني رام هنا يجوبوا في شوارع البليدة في هذه الساعة المتأخرة من الليل من أجل إيصال القفة في المساعدة. وليد، أقول لبعض العائلات المحرومة،
نعم هذه مهمة وتعدنا ممكن إذا غد معايا بعد غد إن شاء الله معايا. أسمح لي فقط حتى تخصولها يعني المجال تاعها نعم. كافي والوافي الآن دقائق فقط لكن نعم. تعدنا نعم. إن شاء الله نعد مشاهدينا نعم. بأن نلقي الضوء على هذه الجمعيات وعلى هؤلاء الخيرين في المواعيد المقبلة بلك غدوة ولا غير غدوة إن شاء الله نخصولها موعد ويكونوا حاضرين معك عينة منهم باش نشجعوا علي. هذا الفعل وهذه الأعمال الخيرية اللي نحتاجوها فعلا أشكرك جزيل الشكر الزميل وليد حمدادو وايضا للزميل المصور عبد الوهاب عبدلي من البليده وايضا للسائق رضا حبيب طبعا انتم الثلاثي هناك تمثلون البلاد يوميا تقارير يوميا بث مباشر نشكركم كل الشكر ونشجعكم كل التشجيع خصوصا في العمل في هذه الظروف التي يعرفها الجميع والتي الجميع يعلم مدى حساسيتها ومدى خطورتها السلامه لكم السلامه لاهل البليده والسلامه ان شاء الله لجميع الجزائريين طبعا ضيوف الكرام الدكتور عبد الكريم طوهرية وأيضا الدكتورة صفاء صقر روح الفاصل قصير ثم نواصل النقاش في استوديو الجزائر لهذه السهرة.